السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. دائما ضمن فروض المرحلة الرابعة، نموذج للفرض الرابع لمادة النشاط العلمي للمستوى الأول. إذا نبدأ على بركة الله. التمرين الأول، أسمي مصادر المياه، أسمي مصادر المياه. إذا لاحظوا معي الصورة الأولى للشلال، لاحظوا معي الأسماء، لدي سد، صد، بحر، بئر، شلال. إذا الصورة الأولى صورة شلال، إذا مصدر الماء هنا شلال، مصدر الماء شلال. هنا لاحظوا معي البحر، إذا مصدر الماء البحر، البحر، بحر أو بحر. صورة سد، إذا مصدر الماء هنا سد، سد مصدر الماء السد، سد. الصورة الأخيرة صورة لبئر، إذا مصدر الماء هنا بئر. إذا شلال بحر أو البحر سد بئر. السؤال الثاني، أكمل الجملة بما يناسب. إذا كنفضل أن المستوى الأول يتشكلوا له العبارات الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء. إذا تتفتح الأزهار في فصل، في أي فصل تتفتح الأزهار؟ تتفتح الأزهار في فصل الربيع، في فصل الربيع. تهطل الأمطار بغزارة، تهطل الأمطار بغزارة في فصل، في فصل الشتاء. تشتد الحرارة، تشتد الحرارة في فصل، في فصل الصيف. تتساقط أوراق الأشجار في فصل الخريف. إذا تتساقط أوراق الأشجار في فصل الخريف. إذا تتفتح الأزهار في فصل الربيع، تهطل الأمطار بغزارة في فصل الشتاء، تشتد الحرارة في فصل الصيف، وتتساقط أوراق الأشجار في فصل الخريف. إذا ننتقل للسؤال الثالث، أربط كل حيوان بوسط عيشه. إذا كل حيوان بوسط عيشه. إذا لدي هنا الأخطبوط، الأخطبوط يعيش في الصحراء أو الماء أو الغابة. إذا الأخطبوط يعيش في الماء، يعيش في الماء. هنا الجمل، الجمل يعيش في الصحراء، الجمل يعيش في الصحراء. بالنسبة للفيل، الفيل يعيش في المجال الغابوي، يعيش في الغابة. بالنسبة للثعبان، الثعبان هناك أنواع تعيش في الصحراء وأنواع تعيش في الغابة. هناك أنواع من الثعابين تعيش في الصحراء وأنواع أخرى تعيش في الغابة. إذا الأخطبوط يعيش في الماء، الجمل في الصحراء، الفيل في الغابة، الأفعى هناك منها ما يعيش في الغابة ومنها ما يعيش في الصحراء. السؤال الرابع، أكمل العبارات التالية بما يناسب. الكلور شروب عكرة محطة المعالجة. إذا الكلور شروب عكرة ومحطة المعالجة. إذا مياه الصرف الصحي كيف هي؟ عكرة. مياه الصرف الصحي عكرة، عكرة. ماء البئر، ماء البئر شروب، يعني ماء البئر شروب، نستطيع أن نشرب ماء البئر. تعالج المياه في
لتصبح صالحة للشرب في محطة المعالجة. إذا تعالج المياه في محطة المعالجة لتصبح صالحة للشرب. إذا تعالج المياه في محطة المعالجة لتصبح صالحة للشرب. تضاف مادة مادة اللي كنقولوا لها جافيل الكلور إلى الماء لتطهيره. إذا تضاف مادة الكلور إلى الماء لتطهيره. إذا المياه الصرفي الصحي مياه عكرة. ماء البئر شروب. تعالج المياه في محطة المعالجة لتصبح صالحة للشرب. تضاف مادة الكلور إلى الماء لتطهيره. السؤال الأخير، أصنف الحيوانات التالية في الجدول إلى حيوانات عاشبة، حيوانات لاحمة، وحيوانات عاشبة ولاحمة، بمعنى قارطة. الحيوانات العاشبة واللاحمة تسمى قارطة، يعني حيوان قارط. إذا الحيوانات العاشبة هي التي تتغذى على الأعشاب، على النباتات والأعشاب وعلى أوراق الأشجار. الحيوانات اللاحمة هي التي تتغذى على اللحم وعلى حيوانات الحيوانات العاشبة. والحيوانات العاشبة واللاحمة التي تتغذى على العشب وعلى اللحم أو تسمى قارطة. إذا أسد، الأسد حيوان لاحم. إذا سنكتب الأسد في خانة الحيوان اللاحم. أسد. بقرة، بقرة حيوان عاشب. بقرة. قرد، القرد، القرد يتغذى على الأعشاب وعلى اللحم، إذا فهو حيوان قارط. إذا قرد من الحيوانات العاشبة واللاحمة. قرد. بالنسبة للثعلب، الثعلب حيوان لاحم. الثعلب سندرجه في خانة الحيوانات اللاحمة. إذا الحيوانات العاشبة بقرة، الحيوانات اللاحمة الأسد والثعلب، الحيوانات العاشبة واللاحمة القرد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. قبل إغلاق الفيديو، فضلا وليس أمرا، من تصلوا قناة نزهة للتعليم لأول مرة، الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد، ولا تنسوا مشاركة المقاطع مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة، وترك بصماتكم وتعليقاتكم المحفزة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.